بين أقصاص، ما رأيك في تصريحاتها يا ريشان؟ قال لك أنا نحب الفريق، جيت باش نخدم بنيتي، بصح الله غالب ما نقدرش نكمل على رأس الفريق. بيان سور، هو اليوم يزيد يا ريشان يتكلم على الإمكانيات اللي ما عندهمش شبيبة القبائل. أنا نقول باللي سي دوماج، شبيبة القبائل فارق كبير، فارق تاع ألقاب، نورمالمون يكون عنده إمكانيات. نظن أنايا اليوم باش خلى رئيس الفريق يتكلم في هذا الموضوع هذايا، نظن باللي باسكو الحق المسلظم كما نقولوا بالعاميه. وين تشوف انت يا فريق يلعب كوب دافريك ولا يلعب على لي بريميرول، نظن انايا لازم له اموال. والمناصر تاع شبيبه القبائل ما يحبش يلعب على ميليو دو طابلو، باسكو متعود على الالقاب للفريق هذايا. نظن بالك رئيس الفريق يا ريشان، انا نقول باللي سيفري بالك كانت عنده حسن النيه يجي يعاود يمد روح جديده للفريق، مالوروزمون بالك لقى بالك ما لقاش اللي يساندو، المسانده ما كاش. وسيفري كيما على بالنا كاع الظروف تاع البطوله الجزائريه، نظن باللي اغلب الفرق اللي راهم في مشاكل تاع مشاكل تاع دراهم. انا نقول باللي نظن هو دوك باش يريح في شبيبة القبائل وما عندوش تمويل وما عندوش إمكانيات، قرر باش ينسحب. نظن أنا يا هو اللي على باله واش كاين في بيت الشبيبة. نظن أنا الفريق هذا ما يستاهلش، بكل كيما نقولوا بكل موضوعية، الفريق هذا ما يستاهلش واش راهو يصرى له دوكا. أنا نظن باللي يستاهل دعم كيما كاين فريق لم يدعموا فيهم. نظن أنا يا شبيبة القبائل فارق كبير وفارق تاع ألقاب اللي عودنا واللي نصرناه بالك كنا صغار، اللي كان يلعب على البطولات الإفريقية واللي في الشرف الجزائر. نظن أنا باللي أنا قلت لك يستحق تدعيم من عند الدولة الجزائرية، باسكو هذه هي فريق تاع ألقاب هذا ما كان. والمناصر تاع شبيبة القبائل أنا قلت لك ما يسناش يلعب أو ميليو دو طابلو، باسكو موالف لي بريميرول. نظن انا باللي ان شاء الله يتحسنوا الاحوال ديالو. ولو انه اخر الاخبار، امين عزوز تؤكد ان مسيري شبيبه القبائل تمكنوا من اقناع يزيد ياريشان بالعدول عن قرار الاستقاله والبقاء في منصبه، قالوا له باللي ليس الوقت المناسب اطلاقا للاستقاله ورمي المنشفه. جو بونس عندهم الحق، هو ممكن صرح بعد الانهزام ضد مولود الجزائر، دار هذاك التصريح و سي لا غوت كي في ديبوردي الفاز، لانك فيه انهزام، كان ضرب الجزاء لحاكم صديقنا عوينه ما صفرهاش شبيبه القبائل. يا ريشان هضر على ضربة الجزاء، ولكن في الاولى ما كانش ضرب الجزاء، لازم الناس تفهم لي ريغلومون. لما مدافع يديكاج اون بال وتقيس في يدو ماشي يجيب بيناتي لروحو، هذيك اللقطه الاولى وين قاست في يدو ماشي ضربة جزاء. في اللقطه الثانيه تاع بن سايح كان ضرب الجزاء، لان عفس على رجل المدافع، عفس على رجل المهاجم. انا يعني لي موم دو كونسي دادمينستراسيون كي تكون على راس فريق ماشي هكذا ديميسيوني سير ان كوتات ولا بون، نفهم الظروف تاعو ولكن لازم تقابل المشاكل. هذا فريق كبير، كي تجي باش تحكم شبيبه القبائل لازم تكون قادر على شقاك. ويعني يا ريش انا مانيش يعني جو ماتاك با لوي، هو انسان يعني عنده دي مومون دو وين يكون قوي، عنده دي مومون دو فيبلاس، لان تهاطل المشاكل تؤدي الى تصريحات مثل هذه، وممكن صرح بالاستقاله بوغ ميتر ان بو لا بريسيون على الجهات اللي لازم تعاون الشبيبه وما عاونتهاش. دوك انا نجيك مع السؤال اللي باش ما نعاودش واش قال اخي اكساس، زوج زوايا. الزاوية الأولى هو أن لما سي ياريشان حب يكون على رأس شبيبة القبائل ويعوض شريف ملال، كان إلا في بوكو دو بروميس، حنا نجي ونجيبوا أموال كثيرة ونردوا شبيبة إلى الواجهة ونديروا فريق كبير ونستقدموا أحسن اللاعبين. يعني أنا ما جدوت با بالنية تاعو، ولما تتكلم بهذا الكلام وتجي على راس فريق مثل شبيبه القبائل، يعني الواقع شيء اخر. ايه بصح، لان هما اصطدموا بواقع مرير، يعني ديون كبيره في الفريق. ما يكفيش تصرح بامور،
بالتاكيد جي على راس فريق شبيبه القبيله وقالها في لا ديكلاراسيون، قال لك انا جيت باش نسقم هذا الفريق ونحسن الامور اكسيتيرا. انت قبل ما تتقدم المسؤوليه مثل هذه لازم يكونوا عندك ضمانات، سوا دي بارتنير ايكونوميك، دي سبونسور، عندك دي سورس فينانسمون، فهمت؟ باسكو ما تكفيش لابيسي تمدوا الولايه، تمد لازم يمدوا لشبيبه القبائل، باسكو شبيبه القبائل فريق كبير.